طيب هلا انت هلا مدرس للغه العربيه مثلا او للغه اي لغه بدك، فبدك تقدم لنا هالمحرك الفلاش الجديد اي اكسباند من سان ديسك، هو يعني بيتيح مساحه لمزيد من الصور والفيديوهات. كيف بدك تتوجه لطلابك وانت عم تحكي لهم عن هالمنتج هيدا، وانه على اي جهاز من ايفون وايباد متوفر بالمتاجر بساعات بتوصل ل 64 جيجا بايت، يعني هيك شيء، كيف بدك تتوجه لهم لطلابك؟ حتوجه لطلابي صباح الخير يا جماعه. النهارده احنا هنتكلم على اهم درس في السيمستر ده، وهو عن الاي اكسباند. استاذ ايه ده الاكسباند؟ ايه ده الاي اكسباند؟ الاي اكسباند هو بيديك اكسترا سبيس للديفايسز بتاعتك زي الايباد والايفون. السبيس ده بيوصل لحد 64 جيجا بايت. طب يا استاذ عندك واحد مثله تورينا اياه ولا؟ عندي واحد هجيبه لكم معايا المره الجايه. يا ليل. هات لي بقى بدك تعمل لي اليوم دكتور. اوكي يلا بدنا نوصف الاي اكسباند من سان ديسك، انه هو فينا نستعمله مع الايباد مع الايفون، بس بعدين بننقل نحن من بين الايفون والايباد لا يعني نعمله موصل يو اس بي مع اي لابتوب او اي، مش ضروري ماك، يعني ممكن ننقل من ايفون لاجهزه ديل لا اتش بي بسهوله، من اي بي اي سي مزبوط. اي الاي اكسباند فلاش درايف. لا 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 بدك تحكي لي بطريقة الدكتور. هلا ليك مثلا هون شو سوزان مثلا بتقول، سوزان لو عاوز راحت دماغك انقل معلوماتك بآي اكسباند رح تشعر بالفرق. خلود بعتت لي قال محتار مش قادر تركز شو صار فتح سان ديسك. شو كمان هون مخك مليان وما بتجمعش، خد لك سان ديسك وكبر دماغك. هذه بالمصري بقى. هلا انت شو بدك تقول لي اياها؟ لا كدكتور بدك تكتب روشتة لواحد مشان تخليه تقنعه انه يستعمل الاي اكسباند من سان ديسك يا علي. اوكي هلا بدنا نقول يمكن في فكره، انا ما حضرت هيك، انا بس انه بعرف معلومات عنه ما عارف فين هيك بدنا نعمل، بس انه بقول اذا كثير ستريسد انت وبدك كثير عندك ضغط صور وفيديوز بيكون الحل اكسباند. هلا هو في انا اشرح لك عنه للبرودكت، بس انه نكتب روشتة نكتب روشتة. الاكسباند هو كتير سريع بيسرع لك شفائك من الضغط اللي بيعمل لك يون الصور والفيديوز. في حال قال لك انه فولي ميموري فولي، لانه هو بيتواجد على اربع سايزز هن ال 16 32 64 و 128 جيجا، بيوصل لل 128 جيجا. طب انت عندك معلومات اكتر مني. لانه اشتريته لهيدا البرودكت. لهيك طب يعني معناتها بتستاهلها عن جدار الفاوتشر من سان ديسك. بقول لك مبروك يا علي. ميرسي كثير لك ويعطيك الف عافيه. الله يعافيك، ميرسي كثير، اهلا وسهلا فيك، باي باي. اهلا فيك، ميرسي، باي باي.